أجرى وزير النقل كامل الوزير جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع رفع كفاءة طريق بنها المنصورة لحل التقاطعات السطحية على الطريق، حيث شدد على سرعة الانتهاء من أعمال الطرق. بعد أقل من 24 ساعة من توقيع اتفاقية تنفيذ أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل 12 محافظة كمرحلة أولى بين وزارتي النقل والتنمية المحلية، شهد وزير النقل كامل الوزير بدء رفع كفاءة وتطوير الطريق من بركة السبع حتى التقاطع مع طريق وسنا شبين الكوم بنظام إعادة التدوير بكامل العمق FDR. أنا استخدمت نوع من أنواع إحنا بنستهدف، احنا عندنا طقمين مكن، طقم من النوع ده وطقم من النوع الثاني، بنستهدف ان شاء الله او احنا فعلا في سبيلنا ان احنا نتعاقد على 3 اطقم اضافيه، يبقى عندنا 4 اطقم نقدر نشتغل فيه، 4 اطقم من ده واربع اطقم من ده، نقدر نشتغل في 8 طرق في وقت واحد زائد الطرق التقليديه لحد ما نقدر ان شاء الله باذن الله نحقق وننفذ توجيهات سياده الرئيس. فولت ليميشن اللي هو اعاده تدوير بكامل العمق. المكنه دي بتساعدنا ان احنا لو طبقه الاساس اللي عندنا فيها مشاكل تمام واختبرناها وخدنا جثتها نقدر ننزل فيها بكامل العمق 35 سنتي وندورها وتنتج لنا اساس مثبت يدوب بس نغطيه بطبقه سطحيه 5 سنتي. وزير النقل تفقد ايضا اعمال تطوير طريق القاهره الاسكندريه الزراعي حتى بركه السبع، حيث تقوم الهيئه العامه للطرق والكباري بتنفيذ 6 كباري علويه على الطريق بتكلفه قدرها 900 مليون جنيه، بالاضافه الى رفع كفاءه الطريق في المسافه من بنها حتى منطقه ضفره بتكلفه قدرها 167 مليون جنيه. النهارده احنا قدام طفره حقيقيه تكنولوجيه وتطور نوعي في رصف الطرق، استخدام مكنة الريسايكل في بركة السبع بحوالي 13 كيلو تقريبا. أعتقد دي بتوفر وقت بتوفر جهد. الطريق ده بيربط ما بين وسنا وبين شبين الكوم، وده طريق يعتبر حيوي بالنسبه للمكان نفسه، فده كان ليه اهميه من ضمن مجموعه الطرق اللي اختيرت يعني طبقا لتوجيهات معالي الوزير، وده ان شاء الله يعتبر اول طريق ويعد اول طريق في الخطه الجديده لرفع كفاءه الطرق المحليه. تاتي هذه الجوله في اطار حرص الدوله على صيانه الطرق والكباري لتساهم في القضاء على الاختناقات المروريه على الطريق وتيسير حركه المرور ونقل الافراد والبضائع بين محافظات الدلتا والحد من الحوادث المروريه لضمان سلامه مستخدمي هذا المحور الحيوي.